الكلاب البرية هي أحد أنواع الكلاب متوسطة الحجم التي تعيش في أفريقيا، والتي من السهل التعرف عليها بسبب فرائها المزرقش بالألوان الزاهية. ويطلق على الكلاب البرية العديد من الأسماء، منها كلب الصيد الإفريقي، والكلب المرسوم الإفريقي، والذئب المرسوم، وكلب الصيد المرسوم، والذئب المزخرف. الفهد هو حيوان من القطط الكبيرة، ينتمي إلى فصيلة السنوريات، ويعتبر أحد أشهر أنواعها في العالم. يشتهر هذا الكائن بسرعته الشديدة في الجري، حيث يعد أسرع الثدييات التي تعيش على اليابسة في العالم أجمع. يا ترى من سيفوز في قتال بينهما، ومن القادر على الفتك بالآخر؟ لننطلق. الكلاب البرية. تعيش الكلاب البرية في جميع أنحاء جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهي تتجول عادة في الصحاري والسهول المفتوحة والسافانا الجافة. وكانت الكلاب البرية فيما سبق تعيش في أكثر من 40 دولة أفريقية، ولكن هذا العدد أصبح أقل بكثير اليوم، حيث أصبحت الكلاب البرية تتواجد فيما بين 10 إلى 25 دولة فقط، أهمها الحدائق الوطنية في جنوب أفريقيا وأيضا في بوتسوانا وزيمبابوي. يتراوح طول الكلاب البرية ما بين 75 إلى 110 سنتيمترا، ويتراوح وزنها ما بين 17 إلى 36 كيلوغراما. وتعتبر الكلاب البرية الأفريقية من الحيوانات سهلة التعرف عليها بفضل فرائها المزرقش الذي تتراوح ألوانه ما بين الأحمر والأسود والأبيض والبني والأصفر، وتساعد تلك الألوان الكلاب البرية في التمويه والاختباء. تمتلك الكلاب البرية آذانا كبيرة وفما طويلا وسيقانا طويلة، كل ساق تنتهي بأربعة أصابع بعكس باقي أنواع الكلاب، والتي تمتلك 5 أصابع في كل قدم. أقصى سرعة يمكن أن تنطلق بها الكلاب البرية هي 72 كيلومترا في الساعة، ومتوسط عمرها يتراوح ما بين 10 إلى 13 عاما. الكلاب البرية من آكلات اللحوم، وعادة ما تصطاد فرائسها في مجموعات، فهي تتغذى على الثدييات مثل الخنازير وأنواع عديدة من الظباء، وتكمل غذاءها من القوارض والسحالي والطيور والحشرات، ويتم القضاء على فرائسها بفكيها، والتي تبلغ قوة عضته 143.78 كيلوغراما لكل بوصة مربعة. وتتغذى الكلاب البرية ما بين 2 إلى 4 كيلوغرامات من اللحم يوميا. تستطيع الكلاب البرية مطاردة فرائسها لفترات طويلة، حيث تستمر في المطاردة لعدة كيلومترات بنفس السرعة. الفهد. هناك 5 أنواع فرعية للفهود، نوعان منها مهددة بالانقراض، وبقية الأنواع موجودة بأعداد أكبر لكنها في انخفاض متزايد مع مرور الوقت، وهي على النحو الآتي: الفهد التنزاني، والفهد السوداني، وفهد جنوب أفريقيا، وفهد شمال غرب أفريقيا، والفهد الآسيوي. للفهود بقع سوداء على طول جسمها الأصفر الشاحب وبطنها البيضاء، وتمتلك جسما نحيلا وطويلا يصل إلى 1.2 متر. أما طولها بالقياس حتى الكتف فيصل إلى 75 سنتيمترا، وإن شكل الجسم هذا هو ما يمكنها من الركض السريع، إضافة إلى ذيلها الذي يتراوح طوله بين 66 إلى 84 سنتيمترا، والذي يعزز توازنها وينتهي بخصلة بيضاء. أما مخالب الفهد فهي تشبه مخالب الكلاب أكثر من تلك التي تمتلكها القطط، وهي غير قابلة لسحب، ويمكن أن يتراوح وزن الفهد بين 34 إلى 64 كيلوغراما، ويكون الذكور أكبر حجما من الإناث في الغالب. وللفهد أرجل طويلة نسبيا، وهي أكثر طولا من أرجل القطط الكبيرة الأخرى. ويمتلك الفهد عمودا فقريا ممتدا يعزز من قدرته على الركض السريع. وعلى عكس كل أفراد جنسها من القطط الكبيرة، فإن الفهود لا تستطيع الزئير، لكن يمكنها إصدار صوت يطلق عليه اسم الخرخرة.
تفضل الفهود العيش في مساحات من الأراضي العشبية والسافانا والغابات والتضاريس الجبلية. يتكون النظام الغذائي للفهود من مجموعة واسعة من الفرائس، وهي كائنات لاحمة بالكامل، حيث تعيش على اصطياد وقتل الحيوانات الأخرى. ومن أهم الفرائس التي تطاردها الفهود هي الظباء متوسطة الحجم والغزلان. ففي مناطق السهول في أفريقيا يتكون معظم غذاء الفهد من مثل هذه الكائنات، خصوصا للإناث. وأما الذكور فهي تعيش أحيانا في مجموعات، وحينها تستطيع اصطياد حيوانات كبيرة الحجم مثل حيوان النول أزرق. تقتل الفهود الحيوانات الأخرى بالانقضاض عليها وعض أعناقها عند الحنجرة لتختنق وتموت، حيث تبلغ قوة عضته 215.45 كيلوغراما لكل بوصة مربعة. تحب الفهود أيضا تناول الأرانب والطيور والخنازير، إلا أن غزال تومسون هو أكثر الفرائس المفضلة لديها. وبالنسبة لكمية الطعام التي يتناولها الفهد البالغ، فهي تتراوح بين 2.8 إلى 10 كيلوغراما تقريبا من اللحم في اليوم. من سيفوز؟ مما لا شك فيه أن هذين النوعين قد التقيا وجها لوجه، لأنهما يغطيان نفس الأرض ويصطادان نفس الفريسة في معركة مماثلة. وعندما تكون المواجهة متكافئة، سوف نشاهد معركة قوية، حيث سيستخدم الفهد وزنه وحجمه للضغط على الكلب البري. ومع ذلك، ومع وجود خصم عنيد، سوف يتطلب الأمر قدرا هائلا من الجهد، حيث سيحاول الكلب شن بعض الهجمات محاولا عض منافسه ثم التراجع. أما الفهد سيحاول إنهاء القتال بسرعة، لأن الكلاب البرية تمتلك قوة تحمل أقوى منه. الفهد سوف يستهدف رقبة خصمه، وسيستخدم مخالبه الطويلة لتثبيته وخنقه حتى الموت. وهكذا سوف يكون الفهد فائزا في هذه المعركة. عزيزي المشاهد، برأيك من سيفوز بين هذين المفترسين، الكلب البري أم الفهد؟